يقول زرارة بني الإسلام على خمسة أشياء. فزرارة يقول: وأي شيء من ذلك أفضل؟ يقول الإمام الباقر عليه السلام: الولاية، لأنها مفتاحهن، والوالي الدليل عليهن. هاي هي المفتاح. الآن راح نوضح هذا المقطع إن شاء الله. كيف الولاية هي المفتاح لهذه الأربعة؟ لعلاقة الإنسان بربه، يعني لولا الولاية علاقة الإنسان بربه تكون علاقة غير مرضية لله سبحانه وتعالى، وكذلك علاقته بنفسه، علاقته بمجتمعه في وجهيها الاجتماعي والاقتصادي. لماذا ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية؟ لأن الولاية هذه يراد بها الولاية العظمى. أكو عندنا ولاية صغرى، ولاية تجزئية، ولاية مبعضة، مثل ولاية الأب على الابن أو الجد، أو ولاية المالك على العبد، أو ولاية الوصي، أو ما أشبه ذلك، ولاية القيم. وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية تشير إلى الولاية العظمى اللي هي في الآية القرآنية الكريمة موجودة واللي ابتدأنا بها الحديث: إنما وليكم الله. أية ولاية لله سبحانه وتعالى الولاية العظمى، صحيح أو لا؟ المطلقة التي لا يحدها حد، هذه الولاية جعلها الله سبحانه وتعالى للرسول، جعلها للإمام. وإن تلاحظوا، أنا كنت أفكر أمس في هذه الآية الشريفة، فشفت في هذه الآية أقوى أدلة عديدة في هذه الآية يمكن أن نستنبطها من الآية في الاستدلال على عصمة الرسول والأئمة عليهم الصلاة والسلام. أشير فقط إلى استدلالين. الاستدلال الأول كلمة إنما، الاستدلال الثاني كلمة وليكم. أما كلمة وليكم دلالتها ظاهرة، لأنه الولاية التي جعلت لله سبحانه وتعالى ولاية مطلقة أو مطلقة، نفس هذه الولاية الآية هكذا قاعد تقول: إنما وليكم الله ورسوله، نفس الوزان، نفس السياق، مو أكثر، منتهى الأمر. هذا بالذات، ذاك بالعرض، مو أكثر ولا، من حيث الصلاحية هي صلاحية مطلقة، إلا أن هذا بالذات وذاك بالعرض لا غير. هذا مرتبة الخالق، ذاك مرتبة المخلوق، لكن في مرتبة صلاحية التصرف والسلطة والولاية على الناس هي مطلقة من جميع الجهات. التقييد خلاف الأصل، الآية مطلقة والله دقيق في كلماته، مو أنه يطلق الكلام والعياذ بالله من هذه الكلمة على عواهنه. إنما وليكم، من الولي بقول مطلق؟ هو الله. هذه الولاية اللي هي لله جعلت بنص الآية القرآنية الكريمة للرسول والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، اللي هو بالإجماع علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، ما في كلام في ذلك. هل هذه الولاية بقول مطلق يعقل أن تجعل لغير المعصوم؟ كلا، ما يعقل أن تجعل هذه الولاية بقول، يعني الله يجعل شخص بما للولاية من معنى، بما للسلطة من معنى، بما له هو من الولاية يجعلها للشخص، وهذا الشخص يكون قد يكون جائز الخطأ أو الاشتباه، هذا مو معقول، خلاف الحكمة، خلاف الحكمة من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ولايته المطلقة لشخص من الأشخاص وهو يمكن أن يخطئ أو يشتبه أو يزل في أي موقع من المواقع كان. فهذا الوزان، يعني جعل الولاية الموجودة لله سبحانه وتعالى وهي بلا شك ولاية مطلقة من كل الجهات للرسول صلى الله عليه وآله وللإمام، هي دليل عصمته، وإلا كان خلاف الحكمة وخلاف العقل أيضا. كذلك نأتي إلى كلمة إنما. إنما، هل كلمة إنما صحيح استخدامها لو كان المراد الولاية الجزئية؟ قال أمام إلى ولاية، فليش الله يقول إنما وليكم الله ورحمة؟ فليقول والآباء والأجداد والقيمون على الأيتام أو ما أشبه ذلك. هاي إنما أداة حصر، الله قاعد يحصر شنو؟ يحصر مفهوم استثنائي ومو فد مفهوم عام. إنما وليكم الله ورسوله، إذن هذه الولاية المجعولة للنبي وللإمام اللي هي في طول الله سبحانه وتعالى، هذه هي الولاية العظمى، هاي هي اللي هي محصورة في الله والرسول والإمام، ولا غيره مو محصور في الله والرسول والإمام. ولا يعقل الحصر أيضا إلا
العصمة، والحديث عن العصمة طويل، لكن هذا إشارة فقط. وما نودي أحد بشيء كما نودي بالولاية. ليش؟ لأن هاي الولاية هي الولاية العظمى، اللي هي ولاية الله والرسول والأئمة. إذا الإنسان ابتعد عن هاي الولاية صلاته مصير باطلة، صومه يكون باطل. مثال الظاهري ونأتي الباطن، صلاته تكون باطلة. ليش؟ لأن الرسول يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا الإنسان صلى على غير ما صلى عليه رسول الله من التراب، لأن مسجد الرسول ما كان مفروش بشيء، يعني صلي على التراب، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا كما في الصحاح موجود وفي البخاري أيضا موجود. إذن من الناحية الظاهرية الوالي مو الإمام شي يقول لأنها مفتاحهن والوالي الدليل عليهن. الله يقول صلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه، إذا صليت بطريقة ثانية صلاتك باطلة، فعلاقتك مع ربك ما كان إلا مصحح. العلاقة مع الرب الله لازم يحدد. الله يقول هكذا صلي. واحد يقول أنا أصلي 5 ركعات، أنا خوش إنسان أصلي 5 ركعات، أصلا أصلي 1000 ركعة متصلة، صلاة باطلة. الله يقول مثل ما أنا قلت صلي، مو بطريقة ثانية. كذلك الصوم، إذا الإنسان قبل المغرب يفطر مع الغروب يفطر، صوم باطل، علاقته مع نفسه. كذلك الحج، إذا ما يطوف طواف النساء ثبوتا زوجته تحرم عليه، وإن كان من الناحية الظاهرية له حكم آخر. وهكذا وهلم جرى من الأمور. الزكاة، إذا لم يكن هناك ولي من قبل الله، الزكاة راح تصل في جيب الإرهابيين اللي تنتج شنو؟ هذه التفجيرات وهذا التلويث لسمعة الإسلام وسمعة المسلمين. هذا من الناحية الظاهرية والشكلية والقانونية. من الناحية الواقعية، الولاية مع قطع النظر عن كل هذه الشروط الشرعية شرط القبول. مثل ما الإنسان إذا يصلي وما يعتقد برسول الله، صلاته مقبولة؟